أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد رقص هاندا أرتشل ليلة أمس في حفل إطلاق المجموعة الجديدة للعلامة التجارية نوكترون، والتي تكون هاندا أرتشل هي الوجه الإعلاني لهذه الماركة، قارنت الصحافة التركية مرة أخرى هاندا أرتشل بالممثلة سيرينار سيريكايا، حيث نشرت العديد من أكبر الصفحات التركية فيديو لهاندا وفيديو لسيريناي تقريبا بنفس الرقصة والحركات، وسألوا الجمهور عما إذا كانت هاندا أرتشل تقوم بتقليد سيريناي سيريكايا بالحركات والرقص أو حتى الملابس، أم إنها مجرد تشابه في الحركات وليس تقليد. وجاءت العديد من التعليقات بين مؤيد ومعارض، البعض قالوا إن هاندا تقلد سيريناي بكل شيء، والبعض قالوا إن هذه الحركات يمكن لأي شخص فعلها وليست حكر فقط على سيريناي. أنتم ما رأيكم؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.